الإدارة لسيد سالم بن حنزان النعيمي يتواجد على المركز الثالث، المركز الرابع الغربية لسيد سعيد بن ناصر بن رغش العامري متواجد على المركز الثالث. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع، الشاهنية تعود ملكية لسيد أحمد بن سيف الرميثي في خامس المراكز في هذه اللحظات. إذا مشاهدينا الكرام المركز السادس، انتقل مباشرة إلى المركز السادس، هنالك الشايبة، الشايبة تعود ملكية لسيد سعيد بن عامر النيادي. هو واجد ايضا، هنالك هملوله لسيد حمدان بن حمد بن راشد بن غدير ايضا يتواجد على ثامن المراكز. المركز التاسع، المركز التاسع الظبي لسيد محمد بن راشد بن عبيد المنصوري من يتواجد على المركز الثامن او التاسع، المركز العاشر. هنالك ايضا ارى في هذه اللحظات معزه او المعانده لسيد سيف بن حنيان الشمري من يتواجد على عاشر المراكز. اذا هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام للعشره المراكز، العشر المراكز الاولى في هذه اللحظات، وايضا تسليم جوائز الرموز عقب ان شاء الله الشوط الخامس. اتمنى من اخواننا الفائزين ان يتواجدوا بعد الشوط الخامس لتسليم الرموز. اذا العشر المراكز الاولى في هذه اللحظات اعداها على حضراتكم كاملة ومكملة. وأعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع المركز الأول. يا سلام، هنالك مشاهد الأعزاء مغامرة لعلي بن مبارك الكاموخة، هو من يتواجد على مقدمة هذا الشوط، ولكن جار الله بن سالمين المتواجد في هذه اللحظات وبهذا التواجد المتميز الذي تقدم ايضا في هذه اللحظات. هنالك الذيبه لجلال بن محمد بن سالمين من يتواجد على مقدمه هذا الشوط. المركز الثاني الطياره، الطياره تعود ملكيتها للسيد سالم بن عزان النعيمي. اذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، اعود مع مقدمة الشوط، اعود مع الطيارة لسالم بن عنزان النعيمي من يتواجد في هذه اللحظات. والمركز الثاني هنالك يرى مشاهدينا الاعزاء الذيبة لجار الله بن حمد بن سالمين من يتواجد. اذا مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الكرام في ثالث المراكز، هنالك يرى الشاهنية لاحمد بن سيف الرميثي من يتواجد على المركز الثالث. اذا اشتدت المعركه، المعركه طاحنه طاحنه بهذا الشوط والتواجد لهذه الشعارات المتميزه. هنالك ارى الذيبه للسيد محمد بن حسن الظاهري من يتواجد في هذا الشوط على المركز الثالث. اذا المعركه طاحنه في هذه الانطلاقه المتميزه لجميع الاخوه المشاركين في هذا الشوط. هنالك لمسه، لمسه تصل، لمسه مشاهدينا الكرام. اعود مع مقدمه الشوط، هنالك الذيبه للسيد محمد بن خميس بن خصيبه الظاهري من يتواجد. الكيل الاخير يا مضمرين على نهايه وختام هذا الشوط. اذا مشاهدينا الكرام لا زلنا نتواصل مع مقدمه الشوط، الذيبه، الذيبه لسيد محمد بن خميس بن خصيبه الظاهري هو من غير، هو من تسلل الى مقدمه هذا الشوط في صداره هذا الانطلاق المتميز. المركز الثاني الشاهنيه، الشاهنيه في المركز الثاني، ولكن من ياتي للمشاركه؟ هنالك راهيه لسليمان سلمان بن حمد بن جبريل في هذه الانطلاقه وفي هذه اللحظات. اعود مع لمسه، لمسه لمسه لمحمد بن زايد المنصوري في صداره هذا الشوط. هنالك نشوه لمحمد بن ناصر بن عوضي المنهالي. اذا اشتدت المعركه، المعركه طاحنه. الله
اوه يا سلام يا سلام يا سلام يا نشوة، انتجت نشوة، انتجت نشوة في هذه اللحظات. اذا اللحظات الاخيرة المتبقية على نهاية هذا الشو، نشوة 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 بالفعل. تهانينا اذا استمرت على هذا الاداء. بالفعل نشوة في هذه اللحظة تصل الى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس. تهانينا لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي على فوز نشوة في المركز الاول. تهانينا والناموس. المركز الثاني لمسة للسيد محمد بن زايد المنصوري. المركز الثالث اللي هي الشاهين احمد بن سيف الرميد. المركز الرابع وصلت الذيبة لمحمد بن خميس بن خصيبة الظاهري. وهناك المركز الخامس مياسة لسالم بن حمودة العفاري. اذا مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام لنشوة قطعت المسافة بسبع دقائق 34 ثمانية اجزاء من الثانية. تهاني لمحمد بن ناصر العوضي المنهالي في هذه اللحظات. تحيل الميكروفون للزميل سالم بن حضيرم لجتبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا زلنا نتواصل وياكم مع فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير الذي قاموا هنا على ارضيه ميدان الوذبه في عاصمه الميادين. وتابعت ويانا شوط الكاس المفتوح وذهب مع فزعه للسيد محمد بن زايد المنصوري بقياده المضمر محمود بن محمد الوهيبي. وشوط الشداد ذهب مع رعد للسيد سيف بن جعفر بن مرخان الجتبي مع المضمر سعود بن علي الحبسي. وشوط الكاس المحليات ذهب مع جباره للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري بقياده المضمر محمود بن محمد الوهيبي. وشوط السيارة للمهجنات ذهب مع نشوة للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي بقيادة المضمر حمود بالوحوش. نتابع وياكم انطلاقة الشوط الخامس، والشوط الخامس مخصص للقاية المحليات الأصايل لأبناء القبائل. وجائزة هذا الشوط للمركز الأول سيارة وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقديا. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين.